قروين الكل مفتوحة لجميع الزائرين، والمرة هذه استثناء المولد نتاع سنة ماهوش مهرجان القيروان، راه مهرجان تونس كله مهرجان مفتوح على العالم الكل. أول مرة في تاريخ تونس باش ممكن تحتضن ولاية أكثر من 2 ملايين زائر المرة هذه إن شاء الله، وراهو معناها عملنا المستحيل باش يكون التنظيم محكم بشكل كبير برشا. حضرنا المسالك وحضرنا الدخول وحضرنا الخروج، ما عادش الدخول والخروج من نفس الاتجاه، وفما ديتونت باش العباد تلقى وين ترتاح وتلقى حتى وين تبات. فما زاد المسالك السياحيه الكل مأمنه، عندنا الامن وعندنا مواطنين متطوعين، ووفرنا كل شيء للزائرين نتاعنا، وعندنا احتفالات ممكن اكثر من 35 مكان نتاع احتفال باش ما تتلمش العباد الكل فرد بلاصه. نستناو قدومكم الناس الكل، ومرحبا بكم، وان شاء الله تلقاو كان الترحاب الكبير ان شاء الله في القروش. شاب متطوع نشوف فيك ماكش راضي نوعا ما، انا نحكي على المولد النبوي الشريف. هذا شخصيا صديقي، هو نعرف كل شيء، لكن عنده نوعا ما ساعات من التسرع، فهمتني؟ دونك متسرع ساعات ينجم يقول كلمه ما تكونش هو كلامه مزيان. انا نحكي على الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في القيروان، مذاق خاص واحتفالات خاصه، واكثر من 1 مليون زائر. تونس أكيد كامله باش تكون في القيروان، لكن الى جانبهم فما الاشقاء الجزائريين زاد باعداد كبيره، والناس الكل نقولوا ابواب القيروان مفتوحه وابواب كل البيوت القيروانيه في استقبال ضيوفها. اكيد بالنسبه لنا نحن في القروان الابواب الكل مفتوحه، والديار بتاع الناس الكل والعائلات القيروانيه الكل مفتوحه، ونرحبوا بضيوفنا ونرحبوا بكافه اهالينا في الولايات الكل، ونرحبوا حتى بخياننا من المناطق الكل ومن الدول الشقيقه والمجاوره. كما تشوفوا نحن اليوم وصلنا ان شاء الله بحول الله نحققوا الهدف نتاعنا اللي هو 1 مليون زائر. قبل وصلنا خدمنا على 500 ألف، وصلنا ل 600 ألف. المرة ذي حطينا المليون، المرة ذي حطينا المليون، علاش ليه؟ ان شاء الله يكون اكثر من مليون. كما تراو الاحتفاليات على قدم وساق، ما زالت متواصلة حتى نهار الاحد الجاي ان شاء الله في القروان. عندنا برشا تظاهرات كبرى، اكثر من 5 تظاهرات، امسيات شعرية، امسيات ندى، امسيات اسلامية، اكثر من 12 مداخلة في المداخلة دينية. ما نجم نقول كان مرحبا بالناس الكل، وخلي يجيو يكتشفوا وحدهم. انت قلت مرحبا بالناس الكل، وانا باش نرحب ترحاب خاص ب مندوب السياحه بالقيروان اللي مقصر برشا، اللي مش قاعد يخدم للقيروان، ما فيهاش سياحه للقيروان مهمله، وعندك مليون سائح في المولد النبوي الشريف. يا بالعكس، مرحبا بك خويا محمد، احنا ماناشنا مقصرين، ساقدم روحي وليد الرحالي المندوب الجاي للسياحه بالقيروان. بالعكس ماناشنا مقصرين، وكان جينا مقصرين رانا ماناشنا موجودين هنا. احنا كوزارة السياحة وكمندوبية جهوية للسياحة بالقيروان شركاء فاعلين وشركاء نافذين مع هيئة معناها المولد النبوي الشريف أو جمعية المولد النبوي الشريف. احنا كمندوبية جهوية للسياحة اليوم موجودين لهنا لجلب أكبر عدد ممكن من الزوار لمدينة القيروان، وللتعريف بما تزخر به القيروان من مخزون حضاري وثقافي يجعلها وجهة سياحية محبذة لدى العديد، سواء من كما نقولوا التونسيين او الزوار الاجانب، وخاصه السوق الصينيه والسوق اليابانيه التي تشهد ارتفاع هذه السنوات الاخيره في زياراتها لولايه القيروان. كذلك المندوبيه الجهويه للسياحه بالقيروان هذه السنه تشارك بيوم تنشيطي ثقافي متميز، وارتأينا هذه السنه انه تكون عنوان التظاهره نتاعنا البراق في الذاكرة، والهدف منها هو تكريم الشيخين محمد البراق وعلي البراق رحمهم الله، خاصة وأن المولد النبوي الشريف 2019 في دورته الثالثة يتزامن مع وفاة الشيخ محمد البراق. اليوم التنشيطي متاعنا باش يكون نهار 9 نوفمبر 2018 اللي هو يجي نهار 9 نوفمبر 2019 اللي يتزامن مع معناه يوم السبت. إن شاء الله عندنا برنامج متنوع وثري، فيها الفروسية، فيها الحذرة، وفيها السلمية والمولدية. أبقى معايا بطبيعة الحال، احنا في تونس نؤمن بالتسامح، نؤمن بتعدد الأديان، اهتممنا كثيرا بجربة وبحج الغريبة فيها عشرات الآلاف من الزوار، لكن اليوم القيروان فيها أكثر من 1 مليون زائر. وزارة السياحة رونية طرابلسي مطالب، وأي وزير قادم
سياتي على السياحه مطالب بالاهتمام بالقيروان، لان اليوم عندنا اوبجيكتيف نتاع مليون سائح، المره الجايه باش يكون عندنا اكثر. وقت نقول لك مليون سائح راه مش اي عدد في تونس اللي فيها 12 مليون. السيد الوزير مشكور على المجهودات الجباره اللي قاعد يقوم بها هو والفريق العامل معاه. الحقيقه كما تعرفوا معناها القروان تستقطب عديد الزوار، عملناه معناها يقدر ب 700,000 سائح معناها من السوق المحليه. نتوقع سناء وان شاء الله لما لا نوصلوا للمليون زائر لولايه القيروان، وهذا ليس بعزيز على ولايه القيروان. وزارة السياحة مشكورة كافة الإطارات العاملة بها على المجهود الجبار اللي قامت به، ودعمت جمعية المولد معناها النبوي الشريف بمبلغ مالي محترم. إن شاء الله احنا عاملين مع بعضنا الناس كل اليد في اليد. نعرف المبلغ غير كافي بدون ذكره، لكن القيروان خليني نعاودها لك ونكررها لك وأكررها لكل وزراء السياحة، القيروان تتطلب اهتمام أكثر، القيروان يلزمها عناية أكبر، القيروان معالم ثقافية ودينية كبيرة برشا، لازم تنفض الغبار عليها وتتخدم. إن شاء الله احنا كوزارة السياحة وكمندوبية جهوية للسياحة بالتشارك مع عديد الأطراف، احنا هذا دورنا هو معناها الترويج للسياحة والتعريف بما تزخر به القيروان من معالم أثرية ودينية. ورانا كوزارة السياحة قاعدين نقوموا بأعمال كبيرة، ومنها جلب الصحفيين الأجانب لمزيد التعريف بولاية القيروان. التعريف بولاية القيروان، وانا اليوم نحكي على القيروان قبل المولد النبوي الشريف، مولد أعظم رسول، الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول محمد. وحديم انت صحفية اللي لازمك تكون موجودة بالقيروان، شنو رايك مولد النبوي الشريف القيروان؟ والله أجواء مزينة برشا في اليوم الترويجي هذا للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، مولد سيدنا صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. هي بمثابة اليوم الترويجي نسخة مصغرة عما سيقع فيما بعد يوم السبت القادم في القيروان. يعني نجم نقول الأجواء هذه خلات برشا ناس يبدلوا رايهم، ما كانوا جايين نهار السبت إن شاء الله القروان باش يجيو، ولاو باش يجيو. عاوز نزيد نكمل أحكي مع العباد. عسلامة خويا، قل لي أجواء اليوم الترويجي هذا خلتكش تبدل رايك باش تمشي الجمعة الجاية إن شاء الله القروان؟ أول حاجة ساعة أنا من القروان. بالحق يعني اليوم الترويجي هذا ما يعكسش الصورة الحقيقية للقيروان اللي مش يشوفوها في يوم المولد، هذا جزء بسيط من أجواء القروان، يعني ما شاء الله مش يشوفوا حاجات أخرى، مش يشوفوا العرض الضوئي الكبير، خاصة يستقطب آلاف وآلاف الزوار من كافة أنحاء العالم، كما عملوا جولة من الجزائر، من المغرب، من ليبيا، السنة فما حتى من الخليج، فما حتى من دول أجنبية، حتى من تركيا مش يجيو ومش يصوروه بطريقة يعني متطورة جدا، فما آلات تصوير مش يجيبوها معاهم. يعني بلي في النقطة هذه خاصة التصوير مطلوب، مشكورين هما وزارة الداخلية يعطيهم الصحة، مجهود جبار يأمنوا معناتها في الزوار، لكن ما فيها بيس زاد يسيبوا اللعبة شوية، كما مش معقول معناتها يمنعوا آلة الدرون معناتها من تصوير الحشد الكبير اللي مش يكون في ساحة البريجة في جامع عقبة من النافة. وكذلك تم إلغاء يعني عرض المنطاد اللي هو مش يكون عرض يعني اكسترا يعني بالحق مش يستقطب آلاف الزوار. علاش الداخلية ما نعرفش شنو تتملص من المسؤولية عليه؟ بالعكس أهل القيروان معاكم وفما لجنه التنظيم معاكم والناس الكل مش تجند لانجاح هذا المهرجان. ماذا بين المهرجان ان شاء الله تسهل لنا عمليه التصوير، وكذلك باش تكون حتى صوره جماليه للعالم الكل. من المنبر هذا يعطيكم الصحه، انتم بلا قناعة شفناكم عاملين تواكبت المولد، وان شاء الله المره هذه زاد تواكبوا بالحق. جاء القروان ما تفوتوش الفرصه عليكم، راه القروان بالرسمي يعني ان شاء الله على مستوى الدول تكون تعطي صوره جميله في شمال افريقيا وحتى في العالم العربي والاسلامي. والله حبيت نحكي معناها هذه جو القيروان نتاع المولد وكل شيء، جو محليه وان شاء الله البلدان الكل يعترفوا به الحاجه هذيا وتنتشر في تونس الكل ان شاء الله. ماشي القروان انت في المولد ولا لا؟ اي ان شاء الله باش نعملوا رحلات في الباك وباش نمشيوا الناس الكل. عايشك عسلامة لاله، مرحبا. خارق العادة، أنا والله تلمولي ما نحب هكا الجو هذايا، حبيت نمشي أما مشكلتي ما عنديش وين نبات غادي في القروان، وخاف الترونسبور نمشي من هنا تبدا سهلة، من بعد في الجايين ترسينا وحلين غادي والكل.
هذا مشكلتي انا والكل، اما ماذا بيا نمشي كل عام نتمنى باش نمشي والكل ما سالش ربي، كل شيء بالقدره، كل شيء بالقدره، كل قدره. قناه والله بكل صدق ماذا بينا معناها الحفلات هذه ديما متواصله فهمتني، لا وماذا بينا الواحد راه في القروان تو كيما هي كيما في القروان، وان شاء الله ان شاء الله مبروك علينا وعلى الام.